دابا الان نبدا بالنقطه الاولى اللي درتيها السيد الرئيس، قلتي بانه انا ارفض. جيد جدا ان ترفض، ولكن اذا رفضت في المرات المقبله ما فيها بس تكتب لنا، حيت حنا كتبنا لك، كتب لنا وقلنا ارفض قبل الجلسه، وانا ذاك سوف نتفاعل مع هذا الموضوع بكل ما يليق في اطار المؤسسات الموجوده في البلاد واللي كتؤول النظام الداخلي وكتؤول القوانين المؤطره للحياه السياسيه والبرلمانيه في بلادنا. لانه اذا كانت عند الحكومه الحق انها ترتب القوانين، كيفاش ما يكونش عندها الحق انها تطلب استثناء حينما يكون هناك عائق يعيق حضور احد الوزراء؟ نجي للاسئله الشفهيه باش ما يتقالش حضور الحكومه من عدمه. انا نتمنى في الاسبوع المقبل نجي ان شاء الله ويطرح لي سؤال حول عدد الاسئله الشفهيه التي اجابت عليها هذه الحكومه، تتجاوز بكثير الأسئلة التي طرحت خلال الولايتين، ونبحث في الأرشيف ونجبد الولايات السابقة. السيد الوزير، السيد الوزير، السيد الوزير، ومن حقك أن تجيب على نقطة نظام، لا أن تلقي عرضا، لا أن تلقي عرضا على كل ما له علاقة بين البرلمان والحكومة. كمل الوقت السيد الرئيس، راه جوج دقائق هذه، باغتك عندك الجواب غير في دقيقة، عطيتك جوج دقائق، تفضل. سأجيب السيد الوزير، تفضل السيد الوزير. السيد الرئيس هذا الوقت، الوقت ديالك انتهى. عندك جوج دقائق وثلاثة ثواني. السيد الرئيس غادي تجاوبني وغنطلب نجاوبك. غتجاوبني وغنطلب نجاوبك. أنا بخصوص الأسئلة الكتابية. أنا كنجاوبك. خصني نجاوبك. راك تكلمت فيها السيد السيد الوزير. السيد الوزير راه موقف الوقت، راه موقف الوقت مده وانت كتكلم. عطيتك كنت معاك كريم جدا، وانا نبغيكم تشرح. انا كنت كنعطيكم الكلمه واخا ما كنتش في النظام الداخلي، انتم تتذكرون هذا. كاينه ولا ما كايناش؟ وانا دي كنت ندير المبادره، ملي كنت كنعطيها لناس قبل منك، لان كنا كنقولوا احنا ما نديروش المونولوج، خصنا يكون الجواب. سيد الوزير، هذه القضية ديال الترتيب، خلينا كنديروا الحوار. إلا بدا نقول لكم، إلا بدا غير نقول لك كنديروا الحوار، خصنا نسمعوا شي لشي. إلا ما كنديروا شاي إوا كاينة حاجة أخرى. سيد الوزير، هذه القضية ديال الترتيب ماشي ولا راه ماشي استثناء، راه ولات قاعدة. أرجعوا للجلسات كلها ولات، وما بغيتش نقول هذا، راه كيخلق ارتباك للفرق المحترمة. راه مع ال 11 حاجة هاد الرسالة، شنو نجاوب أنا؟ شفتها، أنا شفتها دابا بحالي بحالكم، كي أنا حسب كان فيها عندي فيها الأخبار، تجابوها لي في الميل باش نجاوبكم. هذا ولا ارتباك كتخلقوه. اوه اللي كيسمو الوزير عادي يجي حتى نهار الجمعه، ما كاين لا موظفين كذا. احنا كندافعوا على الحكومه وكندافعوا على المؤسسه. اذا هذه القضيه ما ولاتش. طلب السيد الرئيس مقبول، قال لك اليوم حاله لان ما كانوش الناس منتبهين للقانون، مقبول. ولكن فوق هذا لا، باش نبداو ندوسو حنا على القانون بحكم بان الحكومه، هذا ما مقبولش. حيت خصني التوازن. هادو مؤسستين، وهاد المؤسسه جايه في الدستور قبل المؤسسه قبل السلطه التنفيذيه. وخليونا نخليو لها هذا الشيء. راجعوا الملفات، واش دائما هاد الطلب ترتيب ولا لو كيخلق ارتباك؟ والفرق المحترمه كلها اذا كان شي حاجه كاين الوزيرين وبعد الوزير. شكرا. ننتقل إذن إلى سامحتم استثناء، وانتهينا. يمكن تفضل. وماشي والرئيس، والرئيس فين رحنا؟ السيد الرئيس، والرئيس، السيد الرئيس، والنائب السيد الرئيس المحترم، السيد الرئيس المحترم. نعم مزيان هكذا، مزيان. السيد الرئيس المحترم، للأسف نسجلها مرة أخرى، كل الجلسات التي ترترى أسونها تثيرون فيها القلاقل، وتثيرون فيها مرة أخرى تبخيصا لهذه المؤسسة. للأسف الشديد السيد الرئيس، جوج الحالات غادي ندق جوج الحالات. الحالة الأولى هو أن في بداية الجلسة طبيعي جدا أن السادة النواب والسيدات النائبات عاد كيجلسوا، عاد كيلقاو بلاصة فين غيجلس، فين كيكون شوية ديال الضجيج، فلا داعي أنكم تثيروها. الحالة الأمر الثاني اللي بغيت نتكلم فيها السيد الرئيس المحترم هو أنه
كاين امور اللي كتبت فيها هنا راك رئيس ديال الجميع ديال هاد اللي كاين هاد القاعه، وكاين امور اللي كتلي خصك تبت فيها داخل مكتب مجلس النواب. ما ترفض ما تبت، خلي المكتب ديال المجلس ناقشها معاهم تما. علاش حنا صوتنا عليكم باش تكونوا في المكتب الا باش تدرسوا هاد الامور هادي بشكل، وداك الساعه جيو طبقوا القرار. ماشي انا كارفضه، انت ماشي رئيس، انت رئيس الجميع. شكرا شكرا. كاين النظام الداخلي، كاين النظام الداخلي كيقول السيد النائب شوف فيا، شوف شوف فيا كيف ما تمشيش الدكار، يا علي يتسع صدرك، علي يتسع صدرك. هذا السيد الرئيس يطبق القانون. السيد الرئيس كاين الماده 286 واضحه الفقره منها، ماشي غادي يمشي يرجع يقلب. السيد الرئيس ما كيرضخش لهذا. لا بعدا اول النظام الداخلي ما عندكش الحق توجه لا ليا ولا 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 ولا, ولا, ولا لشي زميل ديالك شي انتقاد، قول شي حاجه عامه. انا هنا اطبق القانون. اذا اللي ما عجبوش اللي ما انا عطيني القانون انني نطبق هنا القانون، واللي ما عجبوش وانت الا ما كنتش كتعرف القانون شنو هو، مكانك ليس هنا. انا الا قل لي شي مكانك ليس هنا، ليس هنا. الا ما كنتش قابل، الا ما كنتش قابل تطبيق القانون هذا هو. تفضل سيد الرئيس. سيد الرئيس، انا كنتمنى ان الجلسه ديالنا تعطى لها القيمه الكامله باش المؤسسات ديالنا في اطار ما قلته في الاول ديالي كنت وازن ديال المؤسسات. وكنتمنى ان الساده النواب في كثير من الاحيان ما يجاوبوش بالنيابه عن الحكومه، لان هذا اللي كان كيدير لنا اشكالات كبيره دائما. وكنا دائما كنعطيو الاحترام اللازم للساده الرؤساء نهار تيكونوا في المنصه، وتنعتبرهم دائما رؤساء ديالنا كاملين. وللاسف هادشي ما تيحصلش من مجموعه من النواب، دائما تيكونوا متربصين وجاهزين وواجدين باش يجاوبوا رئيس الرئيس. كاين شي حاجه سميتها النظام الداخلي، وكاين القانون في هذه البلاد، وكاين في هذه القاعه. نهار كيطبقها شي واحد ما عندش واحد ما يقول له. شكرا سيد الرئيس. تفضلي سيد. شكرا سيد الرئيس المحترم. تفضلي ندير له جلسه غير. تفضل السيده النائبه المحترمه. السيدات والساده النواب، الساده الوزراء الحاضرين، سيد الرئيس التمس منكم فضلا وليس امرا اننا نبداو الجلسه ديالنا بلا ما نديروا لا مشاكل. احنا في بدايه الجلسه مباشره مع خطاب صاحب الجلاله يوم الجمعه، بركه علينا من هذا الشيء. شكرا ندوزوا للجلسه ديالنا. شكرا. اذا هذه المره استثناء هذا القانون السيد الوزير، هذا القانون انا بالنسبه لي استثناء ترتب وقراوها الخمسه الفا هذه ما فيها لا بطلب من كذا ولا من كذا. من اليوم لن اقبل ولو ادافع عنها لوحدي. هذه صوت. اذا اعطي نقط نظام للاخوه. نعم، المادة 286 الفقرة الخامسة، الفقرة ما قبل الأخيرة في هذه المادة. وجملة، ودائما الشيطان يختبئ في ذوك الجمل القصيرة. تفضلوا سيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. طبقا للنظام الداخلي خاصة المادة 162 اللي كتعلق بنقطة النظام، أريد أن أتكلم حول تفعيل مقتضيات النظام الداخلي. نحن سعداء السيد الرئيس بعد مدة أن أجازت المحكمة الدستورية، وبالتالي اليوم أول جلسة لتطبيقه. فأثير انتباهكم ومن خلالكم المكتب السيد الرئيس إلى تفعيل المواد 268-362 المتعلقة بالأخلاقيات والسلوك، بحيث وجب أن تخبرونا باللجنة اللي فيها جوج من المعارضة وجوج من الأغلبية الباش اللي كتتبع العمليات ديال مخالفة مدونة السلوك والأخلاقيات، لأنه كل ما يتعلق بهذه الجلسة كيمكن نرتبه على الأقل خذوا علما طبقا للمادة 160. كذلك تفعيل المادة 287
كانت المادة 263 سابقا فيها أن المدة الزمنية ديال الجلسة 3 ساعات. هذه الجلسة فيها دابا طبق النظام الداخلي 3 ساعات ونصف، فلذلك اليوم تحرمونا نحن كمعارضة من هذه الزيادة في الوقت، فنطلب بتطبيق هذا المقتضى. وأخيرا أطلب بتفعيل مقتضيات المادة الوقت سيد الرئيس. صافي، النقطة الأخيرة سيد الرئيس، أطلب بتفعيل مقتضيات المادة 83 اللي فيها طلب فيها أن خصها تكون عندنا لجنة العمل موضوعاتية حول القضية الوطنية والصحراء المغربية، تفعيل الخطاب الملكي، وكذلك حول فلسطين التي تتعرض للإبادة ولم نعقد ولو جلسة، وهي مناسبة لكي نشكل هذه اللجنة. شكرا. السؤال الثاني والثالث سأرفعها طلبكم إلى المكتب. الأول اللجينة يلا تعينت، مازال ما اجتمعت، مازال ما كتعملش، أي مازال ما كتعملش، مازال ما درتش الخطوط العريضة للعمل ديالها، غير تادي راه غتكون عندكم اليوم، راه ما مطبقش هاي. تفضل لا اليوم ديروا دي بغيتو. تفضل السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. بدوري في إطار المادة 162 وتفاعلا مع الخطاب الملكي السامي، أطالبكم بتفعيل المادة 83 والتي تقضي بإحداث مجموعة موضوعية تعنى بقضية الوحدة الترابية للمملكة. السيد الرئيس تقدمنا بطلبات اجتماعات حول قضايا طارئة من قبيل الفيضانات، الهجرة، الدخول المدرسي، الدخول الجامعي، الإحصاء، في ظل غياب صوت الحكومة، والغاية هي فتح نقاش عمومي حول هذا القضايا كلها والمهمة جدا في فضاء ديمقراطي ودستوري. وكذلك ونحن في السنة الرابعة التشريعية ننتظر، لازلنا ننتظر تفعيل يعني مقتضيات النظام الداخلي والدستور بخصوص مناقشة المقترحات القوانين. لحد الآن لا تعرض في اللجان، فالمرجو أن تعرض على اللجان وأن تقبل أو ترفض. شكرا. شكرا. طلبكم الأول متطابق مع هذا سنرفعه ديال ثاني ذاك ديال جمع اللجان في موضوعات معينة أحيل على اللجان، هذا دور ديال اللجان وانتم ممتلين في المكتب وتعرفون هذا. إذن هذا الشيء اللي انتم طلبتوه. نقطة نظام أخرى مقترحات بدينا نعاود إن شاء الله غادي تكون مقترح طب. مقترحات القوانين من فضلكم راها ماشي المسؤولية، راها ماشي المسؤولية المكتب ولا المسؤولية الحكومة، راها المسؤولية اللجان. وبرمجوا درسوا، قلناها مرارا وتكرارا، راها المسؤولية. سيد الرئيس أنا كنقول لك اللي عادي أنت تتكلم، راها المسؤولية اللجان. حتى واحد ما كيمنعكم ما تدرسوش أغلبية ومعارضة وجيبوها من الجلسة ولو بدون حضور الحكومة. تفضلت السيدة النائمة المحترمة. شكرا سيد الرئيس. صف اسمح لي الله يحفظك السيدة النائبة، أعطيني واحد كاين معنا واحد الوفد أنا ما شفتوش فين هي. يوجد معنا في هذه القاعة وفد برلماني من لجنة عمل النواب بالجمعية الوطنية للجمهورية فيتنام الاشتراكية برئاسة السيد أنغويل تون آن النائب الأول رئيسنا، والذي يقوم بزيارة عمل المملكة المغربية من 13 إلى 17. فمرحبا بكم في بلدكم الثاني المملكة. سعيد مشى. إذن نعود لأشغالنا. السيدة النائبة المحترمة نقطة نظام تفضلي. السيد الرئيس في إطار المادة 162 من النظام الداخلي الجديد، وأملا من استعادة التوازن للمؤسسات الذي افتقدناه طيلة الفترة الماضية، نجدد نقطة نظام بشأن أولا حضور القطاعات الحكومية الذي يتكرر
كالعادة بغياب قطاعين. ثانيا الإجابة على الأسئلة الكتابية والتفاعل مع القطاعات الحكومية. فريق الشراكة المعارضة الاتحادية اليوم 1160 سؤال كتابي لم يجد صدى، نتمنى أن يتصحح هذا الاختلال. شكرا. شكرا، من فضلكم نحن نواصل أشغالنا. أجيب السيد الرئيس، أجيب، أنتظر الهدوء. السيدة النائبة، أنا معك فيما يخص غياب بعض السادة الوزراء المبرمجين في القطب. احنا لابد أن نسجل اليوم أننا، ومن فضلكم أنا تكلموا بعد تتسالي وانتم ان شاء الله وغادي نعاون. قلت نسجل ان هذا اليوم على الاقل انتقلنا بواحد النقطه، 5 من 7 كنا دائما كندوروا بالحضور 3 4، هذا نسجله للحكومه. لكن ادعو بعض الساده اعضاء الحكومه الموقره بدل جهد إضافي لتدارك التقصير السابق حفاظا على التعاون والتكامل والتوازن، وأسطر على التوازن والتوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية طبقا لروح الدستور ولسيادة القانون. إذن هذا المشكل خصنا مع احنا أنا نكمل أجيب، السيد الرئيس، أنا أعطي السيد سابقكم السيد الرئيس وأنا أعطيكم السيد، حيث هذه كتخص يمكنني نعطيك يمكنني ما نعطيكش، حيث لا عندي الخيار. راه عندي الخيار. تفضلوا السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. ناخذ نقطة نظام طبقا للمادة 162 في شأن تسيير هذه الجلسة واللي تتهم الحكومة، وراه يقدر من بعد هذه كلمة نظام خصك تعطي كلمة. ما كنسمعش. ماشي خصك، ماشي أنت اللي تقول لي خصك. في المادة طبقا للمادة 162 خصك تدير نقطة نظام وتسكت. أنا هذه أنت اللي خصك. القانون خصك، شنو هي خصك؟ عاود رجعنا. انا ولا كيعجبني هذا الشيء اللي كديروا غير هذا. تفضل السيد الرئيس. السيد الرئيس، احلتنا على الماده 286 اللي التوطئه ديالها ولا البدايه ديالها تتهضر على الاتفاق مع الحكومه. اذا طلب الحكومه الا سمحتوا بكل احترام خصكم تاخذوه بالعين الاعتبار وما ترفضوش هذا الشيء، على الرغم من الماده صحيح اللي قلتوها تتقول ان الترتيب يكون بشكل تنازلي، ولكن راه الاساس والمبدا هو الاتفاق مع الحكومه. شكرا لكم. ايوا دابا تكلمت بعدا، على الاقل غادي تطلبوا اليوم وحاله استثنائيه. من فضلكم الاخوات والاخوان النواب، هذه المؤسسة راها أمانة في عنقنا، كل اختلال في التوازن هذا ملك للمغاربة. الله يخليكم ما تدافعوش على الحكومة، الحكومة قادرة تدافع على راسها. تفضلوا السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، غادي ننطلق من العبارة اللي جات في الكلام ديالكم فاش قلتيو هذه المؤسسة مبنية على التعاون التكامل والتكامل والتوازن.